بحبها، ما بطيقها. من أول ما جاب أخوك على هالبيت ما شفنا على وشها الخير، والمشاكل كل ما لنا عم نغرق فيها، مشكلة ورا الثانية. مشاكل؟ أي مشاكل لك أمي؟ أول مشكلة أبوك مات بسببها، وتاني وحدة الدكانة اللي كنتوا عم تشتغل فيها أنت وأخوك احترقت يوم عرسها. وفي شغلات تانية ما بدي أحكي لك عليها، لك يا أخي ما بحبها، ما بحبها، ما بطيقها، خلصنا، ما بحبها للأم بريس. الله يطول بعمرك أمي، كل هالقد؟ هالقد وأكتر. يا أمي، أبي مات لأنه رب العالمين هيك مشيئته، والدكان احترقت وخسرنا كل شيء لأنه هذا الشيء قضاء وقدر. الله يوفقك يا أمي، والله العظيم أخي ماله متحمل، واقف على النكشة. الله يوفقك رواية على مرت أخي. روق عليها. بصراحة يا ابن عمي، في مشروع ببالي وما بدي حدا يكون معي شريك غيرك انت. الله وكيلك يا صهري، بعرف قديش انت ابن حلال وبتتمنى لي الخير، بس قسما بالله العظيم بعد ما احترقت البواكية ما ضل لا قدامي ولا وراي. هلا طول لي بالك شوي، مالك قايم لك قرشين هون هون لوقت الحاجة؟ لا والله، كل شيء قايمينه انا واخي كنا حاطينه بالبواكية، كله احترق وقلب رماد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا سيدي، الله بيعوض. لا اله الا الله. لك روق شباب. هلين صار. محلولي. ومن يوم حريق هالبواكية والرجال مو على بعضه. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ يا أمي بتطلع هيك فيه فجأة بلاقي بحسه هيك مكسور مقهور، بس أنا ما بحسسه. تعرفي نيال وجوزك عنده مرأة حنونة وحلوة مثلك، بس صدقيني هو بيحبك. وأنا بحبه، لكن شو مصبرني أنا على إهانات مرت عمي غير هو؟ اصبري يا أمو، جوزك منيح. والله العظيم يا غريب، اللي بسمعك عم تدافع عن مرت اخوك ضدي بيقول في شي بينك وبينها. وكلي الله لك امي، شو هالحكي هاد؟ والله اللي بسمعك خوفك ولهفتك عليها بيحكي هالحكي. انا عم احكي من حرقه قلبي على اخي، انا عم بحكي لاني شايف الهم بعيونه، شايفه عم يغرق فيه، شايفه تعب من ورا هالقصه يلي ما كنا نخلص منها ولا نخلص من كرهك لمرت اخي. كل هالقصه والمشاكل سببهم انه هو ما تجوز بنت اختك. خلاص ولا هلا هاي الحرباية لو جايين احسن من بنت خالتك. يا امي، اخي بحبها لمرته من زمان، مو من يوم ويومين، ولهيك ما تجوز بنت اختك. خلاص ولا قوم قوم يقطع عمرك، قوم تضرب بهالترباية. شو هاد؟ انا بفرجيك اياه لو جاي، انا بفرجيك. هذا كل اللي صار بيني وبين صهري، وبيني وبينك والله ما قدرت له هيك. الله يسامحك يا ابن عمي، لك شلون هيك بتروح الشغلة من ايدك؟ من كل عقلك عم تحكي؟ طبعا من كل عقلي، هلا وعلى الحارك بتروح لعند صهرك وبتقول له بدي اشتغل معك. بس يا رجعين بدك. بلا بس بلا هس، مثل ما عم اقول لك، بعدين البواكية لازم ترجع توقف على رجليها، وانت كمان، بعدين اخوك ما رح يتركك، رح يضل جنبك. شو في؟ يا الله يا الله، خذوا طريق، تفضل حكيم. يا الله يا الله. حكيم ان شاء الله مني. امي شو وضعها؟ المريضه ايدها محروقه ومكان الحرق خطر كثير. يا لطيف، لازم ما تخليها تقرب على المي، والافضل انه ما تشتغل شي بالبيت نهائيا. لا حكيم لا، اعوذ بالله، ما رح خليها تشتغل بنوب. ان شاء الله، ولا تنسى البراهم اللي قلت لك عليهم جوا. رح اجيبهم باذن الله، رح اجيبهم. ما عليها الا العافيه. الله يعافيك. يلا الله معك حكيم، الله معك. شو هاد لك اخي؟ شو هالرزق اللي بالبواكيه؟ اول شيء الواحد لما بيقعد بيقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أقول لك كلمتين بدك تحطوا الحلا بإذنك. ها هاي البضاعة اللي بالبوايكية دينة برقبتي وبرقبتك من هون ليوم الدين، ليرجعوا أصحابهم ياخذونها. سمعان؟ سمعان أخي. سمعان. يعني أي قشة بدها تطلع من البوايكية بدها تسجل هون على الدفتر. ماشي؟ ماشي أخي، ماشي.
ومعناته ساوي لنا كرتين شاي على كيف كيفك. يلا بعيوني يا اخي بعيوني. ايه مرت عمي، انا رايح روح كمل شغلي بالمطبخ، واذا بدك ياني نازيني شاي. شو مرت عمي؟ انا بدي اياك تسامحيني يا بنتي، انا غلطت معك كثير وعاملتك بأسوأ، بس يعني انا رغم كل اللي صار انت ما تركتيني ولا لحظه، مشان هيك بس يا بنتي انا بدي اعتذر. لا ما تكملي، انت بمقام امي، وانا هذا الشيء اللي عملته يعني كاني عم بعمله لامي. انت بتموني على القلب والروح، بعدين ما فيها شيء اذا امي سمعتني كلمتين، مو انت امي. يا روح امك انت حبيبتي، تبي على ايدك بس. الله يخلينا يا انت يا امي. تا ان شاء الله الف سلامه حبيبتي انت. يا عمري يا عمري. ايها بهي الاخبار الحلوه يلي بتنسمع، والله يلعن الزعل وساعته. لك مو يلعن ابو الزعل وساعته، ليش الزعل شو بيجيب غير الهم والغم؟ ابن عمي وخلدون كيف صار؟ لا الحمد لله اموره بخير. ايه الف الحمد لله رب العالمين، وكرمال هالخبريه بتستاهل اطيب كاسه شاي. لك ان شاء الله بالطقطي بنص نقرتي، قومي اعملي لي شاي. يا برني الله انا. ايه الحمد لله. اسمعيني شو بدي لك بنت عمي، الحياة دين ووفا، وهدول الذهبات اللي انت دينتيني اياهم هلا صار وقت رد لك اياهم، خليهم من ايدي. لا ابن عمي شو هالحكي، انا ما بدي منك ذهب، بعدين بكفي انه صارت حماتي تحبني، هذا اهم من كل شيء. ايه معك حق، بس الحق حق، لازم يرجع لاصحابه، ما بصير. بدي ابن عمي هدول الذهبات انت جبتهم، هدول من حقك، بعدين انا في شغله مخبيتها عنك، يعني اهم من الذهب والدنيا كلها. شو هي الشغله؟ امانه الله شو هي؟ انا حامل. وراك انت اما بدك تفهمي، اما بدك تصيري بني ادمه. لك شو انا شو عم بعمل لك؟ شو سويت لك؟ فهمني. فهمك؟ ولك انت وحده مالك مربايه، واهلك ما عرفوا يربوكي. لا شو بصير علي؟ وليه عم تعيصي علي؟ وعم ترفعي صوتك؟ اي والله والله والله. شو ابو حمدي صاير معه شيء؟ لا اطمن، مو صاير معه شيء، هو بخير، بس مغير معاملته معي. شلون يعني مغير معاملته معي؟ يعني على الطالعه والنازله صار عم يبهدل فيني. يا ابصر انت شو عم تعملي له حتى عم يبهدلي؟ لك الله وكيلك ما عاملت له شيء، بس هو صار عم يحكي معي بجفاصه. اسمعي بونا، ما في رجال ببهدل مرته على الطالعه والنازله بدون سبب، وانا حمدي بعرفه من الصغار، زلمه قبضاي واخلاقه حلوه كثير، فانت بتشوفي غلطك وين وبتصلحيه. لك اخي شبك؟ عم اقول لك الله وكيلك ما عاملت له شيء. لك شبك يا مو؟ عم تقول لك مو عاملت له شيء وهو عم يضربها كمان. شو؟ عم يضربها؟ ليكون مفكر حاله انه اخذ وحده من الشارع مو بنت عالم وناس، ما بكفي معيشها بالقله والدله وكمان بده يضربها؟ خلاص انا بشوفه لحمدي وبحكي معه. خاطركم. الله معك. الله معك يا مو. ايه والله والله، لخلي اخوك يكسر له ايديه التنتين. ادي ادي احكي لي ادي. الله يخلي لي اياك يا رب يا عم. هلا بنهار الله وكيلك صار بده يصرخ ويعيط يا رب. ابن عمي. ايه ابن عمي. لك شو بك احكي؟ ممكن بعد اذنك اليوم لا ما تروح على الشغل؟ ايوه، وليش حتى ما اروح على الشغل؟ الشغل لفوق راسي والبوايكيه كلها فاضيه بدي انزل فيها بضاعه، وعم تقولي لي لا اروح على الشغل؟ فوتي نفسي سلمي على اختي. لك فوتي تبر قلبي بس عمرك من عند الصبغه.
لك شو بك حمدي، شو صاير لك من يوم ما وقف شغلك وانت على هالحالة؟ لازم تقولي، من يوم اللي تجوزتك ما عاد شفت لا الخير ولا الرزق. بالله قال يعني قبل ما اتجوزك كان وضعك احسن، منيح اللي اهلي رضيوا فيك. شو عم تقولي ليك؟ ولك انا بشرفك وبشرف عيلتك يا بنت الكلب. دخيلك الله يخليك يا عمتي، خلاص ولك عم تردي بوشي يا بنت الحرام. اي والله لربيكي. ولك حمدي، ليش هيك عم تعامل اختي؟ ليش؟ شبه اختك؟ هي عايشة ومبسوطة وما عليها شيء. لا سيدي، ما لا عايشة، واختي اجت لعندي وحكت لي كل شيء، وقالت لي انك قاعد عم تبهدلها على الطالعة والنازلة وتهين بكرامتها. ولك ليش؟ يا اخي اذا مو عاجبتك هي الحياة انت وياها، طلقها، طلقها ومنخلص من هي المشاكل كلها يا تلك حمدي. لا يا حمدي لا. والله العظيم انه بحياتي ما كنت متوقعك هيك. ولك معقول انت؟ ولك معقول نسيت مين جبري؟ ولك انت صاحبي من الصغر. ولك لما اجيت وطلبت لاختي، لك انا ومغمض عيوني قلت لك خود، بيطلع منك هذا الشيء؟ قاعد عم تبهدلها لاختي على الطالعه والنازله وتهين بكرامتها وتقتلها وتسبنا. ولك وينه حمدي اللي بعرفه؟ لك وينه؟ وينه اللي بعرف اخلاقه الحلوه والقبضاي والمعدل واللي كل الحاره بتحلف باسمه؟ بيطلع منه هذا الشيء؟ لا لك حمدي لا، ما حبيتها منك بنوب بنوب. والله حقك على راسي، بس بيني وبينك قلة الشغل بتعمل مشاكل، وشوفت عينك الشغل داير، مشان هيك أنا عم بتفشش بيختك. بس عليم الله بحبها من جوات قلبي، وهي وأمك وأنت على عيني وراسي. أنا هذا اللي بعرفه، وكلياتنا داير شغلنا. بعدين ليش أنا مو أنا أخوك؟ ليش ما جيت لعندي؟ ليش ما قلت لي بدك أي شيء؟ ولك أنا رقبتي سدادة لإلك. بس هذا الحكي اللي كنت عم تعمله ما له مزبوط بنوب. الله يرضى عليك يا حمدي، بتروح هلا وبتصالحها وبترجعوا مثل السمنة والعسل. انت أخي لك حمدي، أخي. يلا أنا بدي أروح على البواكية. عن إذنك. الله معك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لك أنت شو صاير لك؟ لك أنت ما بتفهمي؟ لك قليل الذوق أنت شايفتك. مرت عمي ليش هيك عم تحكي معي؟ بدي أحكي معك لأنه أنا طلبت منك إنك تمسحي الغبرة وتشطفي الديار وتعملي الحمام وتعملي المطبخ. لك وين؟ وين لهلأ؟ هذا اللي صار مرت عمي، أنا شطفت أرض الديار وساويت الحمامات والمطبخ وهلأ عم زبط هو. شلون عم زبط هو؟ لك شو هذا الشغل من ورا إيدك؟ لك لا تكوني مفكرة حالك إنك أنت ببيت أهلك. حبيبتي أنت عنا هون وبدك تشتغلي مثل ما أنا بدي، لأنه أهلك ما بيعرفوا لا نظافة ولا بيعرفوا ترتيب. مرت عمي اهلي معلميني النظافه كثير منيح وانا كثير نظيفه، بس شو ما ساويت ما بيعجبك وبتعيديني على الشغل مره وتنتين وعشرة. بالله شو وعم تردي بوشي كمان؟ والله عال والله. يلا نقلعي نقلعي، روحي اشتغلي اشطفي الديار قبل ما يجي جوزك. لعمش كناين اخر زمن تربي بمنظرك. ابن عمي بدك تتأخر بالشغل اليوم؟ ليش بابا؟ لا بس عم قول لحالي انه اذا بتضل اليوم بالبيت. لا حول ولا قوة الا بالله على القصة. لك شبكي انت على طول ملبكة، احكي فيكي شيء؟ لا والله ما فيني شيء، بس حاسستك تعبان ولازم تريح حالك يوم واحد بالبيت. لك يا رجاء ما بتعرفي انه ما عندي شغيلة بالبواكية، بس بهاليومين موعود انه يجيني شغيلة، اول ما يجوا بيجي وبقعد معك يومين ثلاثة وبنرتاح. يلا بخاطري، سلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. شو يا؟ خلصتي طحنك انت مع جوزك؟ لا مرت عمي ما عم طحنك. ايه خلاصي خلاصي، يلا روحي على شغلك تضربي بهالمنظر. يلا حاضر.
هيك ابن عمي. شو هدول؟ هدول 10 ذهبات. من وين جبتيهم؟ أخي أعطاني حصي من البوايكية من وردة المرحوم أبي. طيب ليش عم تعطيني حصتك؟ هدول لألك. ليش في فرق بيني وبينك؟ أنت تاج راسي، افتح لك فيهم دكانة وعبيها بضاعة واشتغل فيها أحسن ما عم تشتغل عند العالم. بالآخر يعني مردودهم لمين؟ كلهم لأولادنا. طول عمرك بنت أصيل. الله يرضى عليك. الله يخلي لي اياك. لك انت شو عم تعملي؟ شو هذا اللي عم تعمليه؟ مثل ما لك شايفة عم تشطف أرض الضيافة. لك شو هالشطف؟ شو هالوساخة هاي؟ شو هالرعانة؟ هيك أهلك معلمينك تشتغلي؟ تركي من إيدك، تركي من إيدك وفوتي لجوا، يلا. ليش هيك عم تحكي معي؟ بدي أحكي معك لأنك أنت مالي فاضية إلا توقفي ورا باب صقق وتوزي بإيدي جوزك، وعلى مين؟ علي. بس كيلك يا مرت عمي ما حكيت ولا كلمة، ولا كلمة تحكي. هذا ابن بطني، انت بتعرفي هذا الشيء وما راح يرد عليكي. يلا طلعي من هون، طلعي تربي بهالشكل ان شاء الله. الله يعينك يا ابني، الله يعينك ويعيني على ما بلانا. ولك يخرب بيتك من حالك ان شاء الله. شو ما بتفهمي؟ ولك كم مره قلت لك غرف النوم بدي اياهم نضاف مثل النفجه، والشراشف يوم ايه يوم لا بدك تغيريهم. لك انت ما بتفهمي يا مرت عمي، غيرتهم والله. ولك شو يا مرت عمي؟ اسمعي وليه، اذا اي كلمه من اللي عم بيصير بيني وبينك بتصل لابني، بتعرف شو بدي اعمل؟ بدي اصلك لسانك قص. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ والله شو هذا اللي عم بسمعه؟ شو سمعت يامو؟ لك سمعت اللي ما بدي اسمعه. لك ليش يامو؟ ليش هيك قاعده عم تبهدلي بالمخلوقه على الطالعه والنازله؟ ولك يا ريت عم تعمل لك شيء بدون سبب، من شان شو؟ ولك انت ما بتخافي رب العالمين؟ ولك شحه اختي بوران وقت بهدله حمدي جنيتي وما عاد فيكي مخ، وكان قاعد عم بيهين كرامتها وكل يوم تجي لعندك وهي عم تبكي، وانا وقت قلتولي ما اهتان علي هذا الحكي ورحت عند حمدي وبهدلته وقلت له اسمع انا ما بسمح لك تهين كرامه اختي بالمره، واذا ما عجبك هذا الحكي تحمل حالك وبتطلقها لاختي. شلون بدك ياني ارضاها على بنات الناس هي وقاعده عم تتبهدل على الطالعه والنازله؟ امي انت ما بتوميني علمك، ما بتسمعي شيء بيقول كما تودين تدان. ليش يا مو؟ لك ليش؟ يا مو أنا غلطانة وحقكم على راسي من فوق، سامحوني. لك يا مو بوس إيدك، أنا ما بدي إياكي تعتذري مني، ورضاكي أنتي فوق على راسي، والله يخلي لي إياكي ويطول بعمرك. وما في حدا إلا ما بيغلط يا مو، بعرف إنه الإنسان بيغلط وما حدا على راسه ريشة، بس يا مو والله ما بصير هيك. رجاء بنت منيحة ومستورة وآدمية، انتي بتضلي امي يا مو، بتضلي امي وبحطك على راسي من فوق وهذا رضاكي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، سامحوني الله يخليك. رجاء سامحيني الله يخليكي، وانتي من يوم ورايح مثل حكاية بنتي بوران، ومن اللي بيصير عليها بيصير عليك، ورضاي عليك وعليها. وانتي بغلاوة امي مرت عمي، الله يخلي لنا اياكي. الله يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم ان شاء الله. الله يرضى عليكم يا رب، الله يرضى عليكم. لك ايه اخي، لازم تعرف كيف تنقي وتختار، لان كل وحده منهم وإلها رسمه. شو دخل الرسم؟ يعني يا اخي مو كل النسوان اجسامها مثل بعضها، في عندك النحيفه وفي عندك اللي جسمها تفاحه.
لا تستغرب، ايه التفاحي؟ التفاحي يعني يلي بتكون مبرومه برم، وفي عندك يلي بيكون جسمه مثل المستطيل هي بتجي هيك صبه وحده، وفي عندك يلي بيكون جسمه مثل الساعه الرمليه، وفي عندك يلي بيكون جسمه مثلث، وعندك يلي بيكون جسمه مربع، وفي عندك يلي بيكون جسمه مثل البيضه. البيضه اخي البيضه، البيضه يلي بنقليها وبنسلقها. العيون؟ شو دخلني بشكل العيون؟ معلوم لك أخي، شكل العيون كتير مهم. لسه عندك العيون اللوزية وعيون الكبار وعيون الصغار، لسه هي ما حكينا بلون العيون. عندك الزرق وعندك الخضر، ولسه في الرمادي ولسه في البني. يا مو، شو جاب المناخير للجواز؟ لك يو، لأنه المناخير هن اللي بيعطوا جمالية للوش. في منه الطويل، في منه الأفطس، في منه لك يا مو الإدم، الإدم في منه الكبيرة، في منه الصغيرة لك يا مو، مشان الحلق بيبقى حلو عليها. الشفايف، الشفايف بياخدوا العقل، في منه الأعراض، في منه النرفة، ولا قلك الحواجب، لك الحواجب دول في منه. أعوذ بالله، لك حدا بيسأل سؤال؟ لا عمي لا، روح اسأل رجال، أكيد هن بيعطوك إياها من الآخر. اوعك تاخذ وحده من هدول السبعه. واللي هن اول وحده المنانه، لك شو ما عملت بتمننك. تاني وحده الانانه، على طول عم تقن وعم تشكى. تالت وحده الحنانه، هي بتكون اخذ رجال قبلك، يا مطلقه يا ميت، وعلى طول بتحن له. ورابع وحده الحداقه. لا هي الحداقه بدك تقول لي اياها شيخي. هاي الحداقة لا بيعجبها العجب ولا صيام برجب. بعدين عندك الخامسة البراءة، على طول واقفة قدام المراية ويا من تراها عم تتزين وتتجمل. خامس وحدة، سادس وحدة الشداقة، هاي ما في غير عندها المأوعة والمهزقة وبتستهزئ بكل الناس. سادس وحدة، سابع وحدة الكنانة، هي ما في على لسانها غير أبي راح وأبي إجا وأبي عمل وأبي حساوة. بعد عن هدول السبعة وخذ. والله شكله الشيخ سكترها بوشي. منين بدي لاقي بقى وحدة تزبط؟ اوعك يا حبيبي، لك خليك عصفور طيار أحسن لك، وخاصة إذا تجوزت من هدول النسوان والعياذ بالله. علي الحلال لك كرهك حياتك. مين هدول؟ أول شيء عندك هي المتسلطة، هي بتحب تضل مسيطرة على كل شيء، وحاطة قاعدة براسها إنه إذا بدك جوزك ما يتجوز عليكي خلي جيابه فاضية. لكن هذا غير إذا تجوزت المتعجرفة، هي المتعجرفة سيد راسي بتنكش المشاكل من تحت أظافيرها، بتدور عليها دوارة. ويا سلام يا سلام ويا فرحتي إذا أخذت وحدة نرجسية. نرجسية؟ لك إيه نرجسية، ما بتعرف شو النرجسية؟ هي النرجسية هي اللي بتحب حالها وما بتحب حدا بنوب. بعدين ما بتنفذ طلبات لحدا وبدها كل طلباتها. تعالوا معقول يكون في هيك نسوان؟ تجوز لك عمي، تجوز ليش لحتى ما تتجوز لك؟ إن شاء الله ألف مبروك سلفا. بعدين الجواز لك عمي، سترة سترة الجواز. بس وينا بدي أنصحك نصيحة، بتدور على وحدة تكون تجيب أولاد وما تجيب أولاد. ها هي شلون بدي أعرف إذا بتجيب ولا ما بتجيب؟ لك هاي شغلة سهلة كتير، اللي بتجيب أولاد لك عمي بتلاقيها نشطة حركة، لسانها ما بيفوت على حلقة. أما اللي ما بتجيب أولاد محلولة ما لها حيل تحكي. بعدين وينك؟ لا عندك شغلة، أوعها أوعها تتجوز وحدة اسمينة. شو اسمينة؟ شو مشكلتها؟ أول شي بتضل ترج 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 من السمن شيتها. بعدين وينها؟ بيكون معها قلب وبيكون معها ضغط وبيكون معها سكر، بيكون معها مليون. لك بدك تبتلي فيها بلوي. بعدين وينها؟ بتدور هيك بتدور هيك بتلاقي وحدة طويلة. لك يا عيني على الطويلة، الطويلة شو هي؟ بتضل هيك رافع راسك لفوق. أما إذا بتاخذ وحدة قصيرة بدك تضل مطاطي مطاطي ومطي راسك. بعدين وينها؟ بتدور على وحدة سمرة مو بيضاء،
السمرة وينك؟ نشطه. لك شو هالزلمه هاد ولا طوش نطوش على بتجيب اولاد وما بتجيب اولاد. والله يا ريتني ما سالته، نسف لي الدنيا كلها. يا مو هي صار لك شهر عم تسال شو صار معك؟ يا مو صرت سائل 99 واحد، الشيخ والتاجر والطمرجي ما تركت حدا. يعني وشو طلع معك بالاخر اخي؟ يعني بشو نصحوك؟ كل واحد له راي، فت بالحيط ما عاد عرفان شو بدي ساوي. شو رح تعمل هلا؟ بكره من طلعتي من البيت اول واحد بيطلع بخلتي رح اساله شو بيقول لي رح ساوي. هذا اخر حكي عندي، ما عاد حدا يحاكيني. لك ايه شبو؟ والله مشانه عم نحكي. لا حول ولا قوه الا بالله. مجنون انا. بعلي اسألك سؤال. بدك تسأل واحد مجنون؟ مجنون أنا. قل لي شو بدك؟ أخي أنا زلمة بدي أتجوز وعاهدت نفسي أسأل 100 بني آدم لينصحوا، صرت سائل 99، ما أخذت منه لا حق ولا باطل، بقى هلا مالي غيرك. النسوان ثلاث أصناف، واحدة لك واحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. ما فهمت شيء. صعبة معك. اللي إلك بدها تكون بكرية أهلها. ما بتعلم حدا أقلب منك. إيش كان عاملتها منيح بتقول عنك منيح، وإيش كان عاملتها عاطل بتقول عنك منيح. مجنون أنا. واللي لا إلك ولا عليك تكون مطلقة بس ما عندها ولاد. إيش كان عاملتها منيح بتقول هذا أحسن من اللي قبله، وإيش كان ما عاملتها منيح بتقول يا محلى اللي قبله. أما اللي عليك بتكون مطلع وعنده ولد، تاخد منك وبتعطي ابنك، ولما بتبكي بتزعل علي قبلك. مجنون أنا. خلص روح يا أخي بدي أتسحر. والله يا هذا الحكي اللي بينسمع عن جد صدقوا اللي قالوا، خذوا الحكمة من أفواه المجانين.